تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خنشلة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين وفرقة البحث والتدخل من تفكيك شبكة إجرامية وطنية وتوقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة وحجز 240 جرام من المخدرات الصلبة كوكايين بالإضافة إلى مركبة سياحية ثمنها هواتف نقالة مبالغ مالية من عائدات النشاط الإجرامي ليتم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وسيقدمون بموجبه أمام النيابة المختصة إقليميا.